شوية سلطة بقى والرز بقى وبطاطس محمرة يعني من هنا والشف. الفيصة دي، الفيصة دي عندي من طلعة جديدة من اسكندرية جيجنج، ربنا ييسر الحال وتبقى حلوة مع الرجالة بقى. ها يا ريس، ها متفائل ولا ايه؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ده ايوه ان شاء الله. دي سبحة جر معلقة. اه معلقة. طيب لينسا دي صح؟ لينسا ال جر اسكندراني. لا مش اسمها اسكندراني يا عم. لينسا الخيط بتاعها كام بقى؟ الخيط ده 200 ده ولا ايه؟ اه 180 200. واللي تحت قدام انا شايفه حوالي اقل من 100 يعني. 190. 100 وي 190 يعني 100 على الخيط 100 وخيط 90. اه تمام. الطول بتاعها بيكون كام بقى؟ كام متر؟ لا مش بالطول، بالوزن. بالوزن. الوزن كام؟ من اول كيلو ونص لغايه 15. طبعا احنا بنتكلم يا جماعه على وزن الرصاص ده. كميه الرصاص المرصوصه ديت وزنها في الاخر كام يعني؟ احنا كده لسه طالعين اهوت من ميامي، بنبدا باللينسه دي، نزلناها اهوت وان شاء الله يضرب معانا حاجه اتفرج عليها باذن الله. دي عدة الجر. اه الخيط اللي معاك ده كام بقى؟ اللي على البوصة. اه ده 120. ايه 120 ولا 100 ده؟ 120. 120 اللي تحت هو اللي 100. 190. آه. اقل من 100. 90. 90. اي عود جر معاك؟ واي مكنه جر؟ المكنه ايه؟ مكنه صيني بس عاليه يعني. طبعا الشفه الطويله ده يا جماعه عشان هي اللي بتحدد العمق بينزل قد ايه. الهوكات هي مصديه بس مش هيفرق، السمكه بتبص على الاكشن مش على الهوك، المهم يكون حامي بس لو سمكه ضربت فيه ولا حاجه. عدينا؟ قول له عدينا يا جماعه. شايفين ويسيبها ما يجي لها ضربة ان شاء الله. الشعرة بتستخدمها دي 40 ولا 35؟ دي ممكن تحطها 30 بس تعملها على 2 مثلا. 30 على 2. عايز 40 وحسب الرصاص اللي انت منزله. كل ما الرصاص كان اتقل عايز شنيور اتقل. تمام تمام. انت عايزها تتحمل الضغط بتاع السحب، انما لو جت ضربه سمك هيقطع. بص اه عايز حاجه اقوى شويه. انا يا جماعه هو بيربط خيط زي كده ماشي، ويعلقه هنا. لو جت ضربه سمكه كبيره تقطع الخيط الخفيف ده وتسحب اللينسه، فهو ياخد باله بقى. هو هتقطع ايه؟ اه تمام. يعني انت اصلا مأمنها، انت مأمنها بدي. اه يعني هي مساله دي بس ان تقطع. عرفت ان في باجي امسك كده. ايوه ايوه تمام. صلي ما شاء الله. يا راجل ما شاء الله. هلا بتعرفش الميه هاي. ايه
شاء الله ما شاء الله كريم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله دراك اهي ما شاء الله دراك في البدايه كان بدايه دراك ده دراك ما شاء الله وانا صغير يا جماعه قلت لكم دراك اطلع ما شاء الله سلك معلقه على طول الراجل متعود بس انا هو متعود متعود حاسب ايدك بقى ابعد انت بقى ابعد بقى سيبها شوي حاسب رجلي بس سيبها لي بقى سيبها سيب يا عم ما تخافش جبنا اكبر من دي كتير ما شاء الله ما شاء الله الله ينور بسم الله ما شاء الله على وشك اهو على مهلك يلا ما شاء الله ينور عشان ما تقولش البحر الابيض مفوت اهو دينا في اسكندريه اهو اول رميه اول رميه ما شاء الله خمس دقايق ما شاء الله حضرم بهلوان بهلوان سلك سلك بقى سلك دي الاول استنى بس على مهلك طبعا يا جماعه الدراك من الاسماك الخطر انك تتعامل معاها كده بس بما ان هو صياد يعني قديم فعارف ان هو يتحكم في السمكه يعني فالطبيعي ان اي حد فيكم ما حدش يمسك السمكه كده وهي لسه طالعه من الميه لازم تصبر عليها شويه طب ايه في سمك ولا ايه ان شاء الله خير بعدين جينا اسكندريه وهننزل جيجنج في اسكندريه لا 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 ما تقلقش اهو العينه بينه اهي العينه بينه اهي ايوه دراك اهي بس دي جر دراك ده جر لسه اعتبرها شيك لا اعتبرها ازاي دي يعني لسه شوي لا حاضر خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير طبعا دي السراجوسا شيمانو سراجوسا شيمانو سراجوسا 10000 وعدد بقى اشكال والوان تناكم المكنة كهرباء دي الشيمانو البيست ماستر 1000 برضه مكنة كهرباء يلا معانا تشكيلة حلوة كده ان شاء الله ناخد سمك بإذن الله خلاص يعتبر وصلنا هو لموا اللنسات ولموا الأزرة بتاعت الجر خلاص حاليا هنشتغل جيجنج ان شاء الله الاحمر ده اللي هو من عند 40 لحد وش الميه ده كل ده سمك المفروض ان الاحمر ده سمك كل ده سمك يا مفتاح الارض 80 ولكن طبعا انتوا عارفين ان الاحمر ده كله سمك لحد 40 فاحنا ان شاء الله ننزل جيج مثلا لحد عمق 60 مثلا ونطلع بقى من 60 لحد وش الميه فوق ودعوا لنا بقى ايوه بص كده الجيك ده اللي هنزل بيه حطيت له اربعة كتفه تريبل تحت يلا نجرب احنا تحتنا ايه الارض ايه؟ ستين 50 55 وصلنا فين؟ ادي ال 60 نقطة ابدا بقى في الاول بعدين تشتغل يلا بينا لا مش متعبه زيها والله والله دي اريح بكتير الجيجنج مريح ها؟ الجيجنج مريح جدا بالذات لو معاك ماكينه كهرباء انزل نقعد بقى نازلين طالعين كده معاك ماكينه كهرباء ما تفتحش معاك ماكينه سبيننج عاديه لا على لط وظهر بقى كويس
هو البيض اصلا بدا تعالى حسين تعالى ماشي تعالى حسين يا رب صل على النبي يا رب كريم يا رب هو لا بصح ولا كده عكس يا هادي يا رب يا هادي يا رب واحد لا 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 ضربة ده صح؟ متضربة مش من سنان هذا ضربت عنده شعر ال 120 اه وقت وصل 100 وريني المعلقة اللي معاك حطيتها المدور وبعدين كم متر بقى ولا كم باع؟ هي المعلقة دي مقاس كام؟ ايه؟ المعلقة دي مقاس كام؟ طيب انت كده حطيت في الأول 100 وبعدين 120 المدور وبعد قد ايه؟ 10 امات 100 10 امات 100 ها 3 100 و10 امات 120 دي اللي هي بايديك الاثنين كده تفرد ايديك 2 متر الا ربع طب انت ليه ما بتستخدمش البورد؟ استخدم البورد ما حلو
هتطلعش البورد ليه؟ بيني وبينك البورد افضل افضل في المكن. السمك الكبير ده يروح جاي ايه؟ المكن مسيبه. انما هنا بيتحاز زي ما انت شفت. السلام عليكم، هنا في اسكندرية طلعنا طالعة جيجنج كده. المفروض نايمة شوية بس الأجواء حلوة ما شاء الله. سمكة واحدة طلعت دراك طلع جر، والباقي كله فيه ضربة جت جر برضو وضعت الخيط المية. غير كده جيجنج ما خدناش أي حاجة. هلا يا قبطان حبايبي. هي الرحلة إن شاء الله جميلة، صحبتها يعني كفاية الصحبة الحلوة يعني. كان فاضل السمك بس. ها؟ لا احنا خدنا سمكة، خدنا سمكة. خدنا سمكة؟ ده أنت كده تبقى خدت ديل سمكة، اللي هو هتقسم السمكة علينا يعني. إن شاء الله لينا طلعات مع بعض تانية إن شاء الله تبقى أفضل من كده يعني. يكون فيها سمك. السمك أنت عارف السمك بس بيحلل الطلعة يعني. ان شاء الله سمك البحر الاحمر، البحر الابيض بيبقى يعني زي ما بيقولوا عزيز شويه، بس هي سمكه كبيره يعني. هي سمكه معروف ان هي كويسه وكبيره، بس هي عاوزه صبر. وبعدين احنا طلعنا يعني عقبال ما وصلنا مكان الصيد الساعه 8 ودلوقتي الساعه 4 يعني. فهي الصيد لما يبقى داخل عدد ساعات اكتر بيبقى بيكون احسن. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه يبقى احسن. وطبعا السمك موجود على الفيش فايندر، السمك موجود، الاسراب تحت موجوده، اناشي وحاجات زي كده، بس ما بياكلش يعني، ما فيش حاجه بتضرب ولا اي حاجه. فاخير بقى نبقى نظبطها طلعه تانية ان شاء الله جميله. ها يا عم احمد، ايه الاخبار؟ عايزين بقى طلعه تانية يكون فيها سمك. الطلعة دي انا اعتبرها تجربة كده يعني، بنسخن. حبيبي الله يكرمك. ما شاء الله ما شاء الله. اتقال اهو جاهز. دراك ده البتروخ بتاعه. ما شاء الله. اوه شوية سلطة بقى والرز بقى وبطاطس محمرة يعني من هنا والشيخ.